السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور محمد من قناة انيمال وورلد. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل حال دايما يا رب. فيديو النهاردة بيتكلم عن كلب الاكيتا. كلب الاكيتا طلب مني كتير في الكومنتس، وان شاء الله يكون فيديو كويس جدا ومناسب للناس اللي طلبته. كلب الاكيتا اتسمى بالاسم ده نتيجة ان هي نشأت في ولاية اكيتا في اليابان من عام 1600. كلاب الاكيتا دلوقتي تصنف حاجتين: السلالة اليابانية والمعروفة بالأكيتا أو الأكيتا إينو أو الأكيتا الجابانيز، أو الكلاب الأمريكية أو الأكيتا الأمريكية. تعتبر سلالة الأكيتا من السلالات القوية جدا جدا والسلالات المهيمنة في اليابان، أو السلالات اللي عندها بناء جسمي عضلي قوي جدا. الكلاب دي معروفة إن هي عندها معاناة وراثية بالنسبة للغدة الدرقية والحساسية من بعض الأدوية. سلالة الأكيتا استخدمت زمان في الأصل لحراسة الملوك والأغنياء في اليابان، وكمان زمان استخدموها في رحلات الصيد البري، الخنازير والدببة والغزلان، إلا إنه كان كلب حنين جدا جدا ومحترم ومسلي واجتماعي كمان. الكلب ده محتاج منك تدريب على أعلى مستوى، لأن هو كلب عنيد جدا. الكلب ده محتاج منك تدريب قوي جدا، وتدريب يكون كويس ومناسب للكلب، لأن الكلب ده عدواني وعنيد جدا. بالنسبة للألوان، هو بتميز باللون الأبيض واللون النمر والأحمر. بالنسبة للخصائص بتاعته، الكلاب دي عندها جلد سميك جدا جدا بيحميها من البرد، وتقدر تعيش في السقعة وانخفاض في درجات الحرارة. بالنسبة للسلوك ومزاج الكلب ده، إن هو يميل للعدوانية، محتاج منك زي ما قلت تدريب عشان تخليه كلب ايجابي او كلب اجتماعي او كلب حراسة كويس جدا ليك والاطفال. بالنسبة للصحة، الكلب ده بيعاني من مشكلة فرط النشاط الغدة الدرقية ومشاكل في الهيبديسبليجيا، وهو مرض المفاصل. الكلاب دي بتعيش من 9 ل 15 سنة. الكلاب دي بيوصل الوزن بتاعها من 75 ل 120 رطل، وبيوصل الطول من 24 ل 26 بوصة. الكلاب دي في اليابان اتحكى عنها اساطير وافلام في السينما كتير جدا، واحنا عارفينها. اللي منكم كان بيشوف فيلم الهاتشيكو او شاف فيلم الهاتشيكو، اللي هو يعتبر مثال للكلب الوفي، وصورته السينما وعملوا له تمثال زي موجود في اليابان من البرونز، تقديرا للكلب ده ومجهودات الكلب ده، وقد ايه وفائه وقد ايه احتماله وقد ايه صبره وقد ايه ان هو بيحب صاحبه. فيديو النهاردة خلص. ان شاء الله بإذن الله يبقى فيه تطوير كامل للمحتوى وشامل للمحتوى. بإذن الله هينزل فيديوهات كتير عن القطط، هينزل فيديوهات كتير عن الأغنام، وهينزل فيديوهات كتير جدا جدا عن لارج وسمول أنيمال، وهينزل فيديوهات مقارنات ما بين الكلاب وتختار أنهي كلب وإيه المناسب بالنسبة لعيلتك، وإيه أفضل أسعار اللي موجودة في السوق، وإيه ممكن تعالج الكلب بسعر معين أو بسعر محدد، البادجت بتاعك قد ايه لما تيجي تشتري الكلب. وكمان ان شاء الله باذن الله يحصل تطوير شامل للقناه. اتمنى ان شاء الله يتوصلنا ل 10,000 مشترك، وشكرا جزيلا جدا ل 6,000 وشويه مشترك، اللي هم بعتبرهم هم اهل القناه واصحاب القناه مش انا. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. يلا سلام.